مبروك يا هاجة. اسمي هاجة شعبان فايز النجار. النهاردة بصراحة فرحتي ما يعني ما قدرهاش بثمن، الحمد لله فضل ربنا، ربنا جبرني وكرمني والحمد لله. أهم حاجة إن والدي ووالدتي بس رفعت راسهم قدام الناس كلها، وبرضه المذاكرة والتعب وثقتي في ربنا ما راحتش. أنا أصلا الثقة في ربنا دي وعلاقتك في ربنا دي يعني أول حاجة طبعا كنت واخداها، ده أساس من أول يعني من أول ما وعيت على الدنيا دي. الحمد لله فضل ربنا وفاني والحمد لله. طلبتي خبر بقى نجاحك ازاي؟ من والدي رن عليه وقال لي ان رئيس الوزير، ان مكتب من مكتب الوزراء نائب الوزير رن عليه وقال له ان انا طلعت الاولى. احساسك بقى ايه لما عرفت ان انت نجحتي؟ والله فرحه ما تتقدر بثمن خالص، يعني الحمد لله بفضل ربنا يعني، وفرحه بصراحه ما بعدهاش فرحه. فرحه النجاح دي ما فيش اي فرحه تانية تعوض. كنت بتذاكر ازاي؟ بالنسبه للمذاكره على حسب، يعني مثلا كل واحد بيبقى ليه طريقه، يعني كان انا كانت طريقتي اللي هو انا لازم اكون حابه المذاكره ولازم اذاكر وهكذا. يعني بصراحه بالنسبه لعدد الساعات دي ما يعني ما مش معاها قوي، اللي هو انت لازم انت يعني حضرتك ايه تبقى حابب. انا دلوقتي عايز اذاكر، عشان انت ممكن انت دلوقتي عايز تذاكر تحصل في ساعتين احلى من 8 ساعات. نفسك تدخلي ايه؟ والله انا مش عارفه لسه، يعني ما قررتش، بس انا بقول كده على حاجه عندنا معهد فن صحي فلسه هشوف باذن الله. نفسك تطلعي ايه لما تتخرجي بقى خالص ان شاء الله؟ والله دي بقى على حسب الظروف قدام ان شاء الله. يعني تقولي ايه كلمة بقى للي عايز يبقى الاول على الجمهورية؟ بص، اول حاجة علاقته بربنا دي يعني ما فيش بعدها، يعني ده اول حاجة. طبعا يكون دعوات والده ووالدته. انا كنت والله العظيم او اي حد بشوف اي ست كبيرة اشوف ادعيلي بالله عليك، ادعيلي بالله عليك كده على طول. فدي حاجة برضو يعني الدعوات دي الحمد لله فضل ربنا، يعني اكيد ربنا استجاب للدعوات دي كلها. وبرضو ان هم يعني مش يذاكروا بس، يمتحنوا المذاكرة، يمتحنوا بمعنى الكلمة والله. يعني يعتبروا كأنهم في ثانوية عامة، مش في ثانوي فني خالص، ولا يحطوا في دماغهم ان انا في ثانوي فني خالص، يحط ان انا طالما طموحي الاول على الجمهورية يبقى انا امتحن مذاكرة. تهدي بقى نجاحك لمين؟ ربنا طبعا، ده توفيق ربنا الاول، وبعد كده والدي ووالدتي ومدرسيني. أنا أقول لك جايزة. أنا وأنا جاي في الطريق كنت راكب القطر، كنت بنقضي طلق وجاي زهقان ومتضايق، متطلب ما انقضاش. لما ما انقضاش بصيت لقيت التليفون بيرن علي 02 بتاع القاهرة دي. فبعدين بنقول مين معاي؟ قال لي معاك مكتب وزير التربية والتعليم. إيه مكتب وزير التربية؟ قال لي أنت أبو هاجر؟ قلت له آه. قال لي مبروك. قلت له ليه؟ قال لي طلعت الاولى على الجمهوريه. جيت التليفون وقع مني وقعدت نعيط. كان معايا بقى بنت انا اللي في ثالثه اعدادي، اللي هي في ثالثه اعدادي، قلت لها هاجر يا بنت طلعت الاولى على الجمهوريه. قعدت تعيط يا روح، قعدنا نعيط ونسينا وطلع بينا القطع على دبور الطوال. بدل ما ترجع يعني البيت طلعت على دبور العيد من الفرحه. هذا الموضوع حطت اي والله نسينا ننزله. الناس قالوا انت هتيجي معانا عشان تجيبنا معانا تاني معاك هنا. هذا هاجر كنت متوقع ان هي تطلع الاولى على الجمهوريه؟ هي انا كنت بنقول لها انت ان شاء الله يا هاجر انا عندي يعني حاسس ان انت ممكن تطلعي الاولى على الجمهوريه. هي بنقول لي ده حاجه ما قوي، انا عاوز اجيب بس معهد فن صحي. لا قلت لها ده انا حاسس، انا عندي احساس. قالت لي يا بابا انت ممكن تكون نطلع الاولى على الجمهوريه بدعوتك لي. فانا كنت بروح ونصلي وندعي وبتاع عشان يحقق لها اللي هي اللي هي عاوزاه. هذا يعني ليه الموضوع. وانا منزلها من الثانوي الى الثانوي الازهري، قلت ان لما ننزلها في حاجه وطي تتجدع عن تقوم ايه تجيب ايه تجيب اعلى احسن يعني. فمدرسين بتوعها قالوا لها هاجر، اللي كانوا بيدرسوا لها يعني وبيدوا لها دروس وبتاع، قالوا لها هاجر اظن انت لو جبت اقل حاجه معهد فن صحي يعتبر انت كده تعديت بتوع السنه لغايه النهارده. فبنرن على المدرس النهارده بنقول له هاجر انت طلعت الاولى على الجمهوريه. قال لي ازاي؟ قلت له اني بقى على زملائك كلكم مدرسين وبلغهم بالايه؟ بالخبر ده. لا هنا المدرس هنا من عندنا من البلد اللي كان بيدي لها دروس يعني. فهو بس هو كان يعني متوقع بيقول له هاجر هتعمل حاجه. قال له هاجر هتعمل حاجه. قال لي يا حاج شعبان بنتك هتعمل. نعم شعبان يعني ترتيب هاجر بقى بين اخواتها ايه؟
هي الكبيرة هاجر الكبيرة ورا منها رحمة ديت اللي افتلت عدده في الأزهر دي. ما هاجر برضو جايبة اسمها دي رحمة جايبة 96%. هاجر كان جايبة افتلت عدد 97. التالتة سارة جايبة برضو طالعة من العشر الأوائل سنة 5 طالعة من العشر الأوائل. وعندي محمد شعبان طبعا لحد سنة تالتة ما لهمش امتحانات انت فاهم، لسه هيخش تالتة ابتدائي وما نحفظهم القرآن بس. الله يبارك فيك. ما صدق ولا نحلم، الحمد لله والشكر لله. ألف حمد. أنت تبين هاجر قريتها ولا إيه؟ خليتها. كلمة بقى لهاجر، كلمة النهاردة تقول ألف 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 نهار مبروك يا هاجر. ألف نهار زغروطة بقى زغروطة.